السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تطبيق على الاندرويد تقدر تحسب بيه التصميم بتاع الكولوم، يعني من خلال الموبايل كده بتعمل حساب بتاعتك، تمام؟ بتبدأ تديله المعلومات ال FCU مثلا 250 3600، وهو بيبدأ يحسبها زي الآلة الحاسبة معادلة، وتبدأ بدل ما تقعد تحسب على الحاسبة هو هي مخصص لكده، فيبدأ يديك الأبعاد بتاعتك والمعلومات اللي انت محتاجها.